أهلا بحضراتكم من جديد، وأنا واحد من الناس بنتظر يوم 6 أكتوبر كل عام علشان أقابل أبطالنا الحقيقيين، عشان أقابل الرجال اللي دفعوا عننا، اللي كانوا موجودين في أرض المعركة، اللي حاربوا باسم كل المصريين. النهاردة ضيفي مش مجرد لواء كان موجود أو كان بيشارك، أسرته كلها كانت موجودة، 4 إخوة كانوا موجودين، اللي موجود في سلاح القوات الجوية، واللي موجود في سلاح البحرية، واللي موجود في الخدمات الطبية، وسيادة اللواء بكري سليم كان موجود في الإشارة. هنتكلم في التفاصيل، ولكن في البداية سيادة اللواء أهلا بحضرتك، منورنا ومشرفنا النهاردة في قناة نادي الزمالك، ويعني دايما نحتفل مع حضرتك بنصر أكتوبر العظيم. أهلا بيك، وأنا سعيد جدا اللي موجود مع ابن من أبطال القوات الجوية. أشكرك سيادة اللواء رضا، طبعا طبعا من الناس الافاضل جدا، وانا سعيد جدا ان وجود بطل من الابطال ابنه بيمثل للقوات الجويه. ومن هنا عبد اقول ان بطولات الرياضيين اللي مثلوا نادي الزمالك ومنتخبات مصر في انديه كتيره جدا. انا بقول هنا قبل ما ابدا القصه، احب اهني فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنصر اكتوبر العظيم، والقادة العظام الموجودين في القوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، والأمة الإسلامية، وأهني برضو نادي الزمالك العزيز بالبطولات الكبيرة اللي اتعملت برئاسة المستشار مرتضى منصور ومجلس إدارته، والأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف. ندخل بقى على خطة الخداع الاستراتيجي العظيم، وأنا ليا الشرف أن كنت أول واحد نوهت من سنتين على ان الرياضيين كانوا من ضمن اهم النماذج اللي اتعملت فيها خطه الخداع. حضرتك نوهت من هنا برضه، انا نوهت من نادي من قناه صحيح. الزمالك كانت الاخت فرح علي، طبعا علي كانت هي مستضيفاني بصراحه. ومن هنا انا سعيد جدا وفخور ان الناس قعدت تقول صح الخطه الاستراتيجيه، بس ما كانوش بيجيبوا الخداع الاستراتيجي في مجال الرياضه. ليه بقى؟ لأن كان في عقدة موجودة كده كانت محمد أيام 67، الله لا يعودها، كان بيقولوا النكسة سببها الرياضة وكرة القدم تحديدا وأم كلثوم، لكن الحقيقة عكس كده. البطل والزعيم أنور السادات أثبت للدنيا كلها أن الجندي المصري لو خد وقته خد حظه فعلا هينتصر، وهينتصر ببراعة. صحيح. الخطة كانت عبارة عن أنه فرغ مجموعة من الرياضيين تفرغ للرياضه فقط، وطبعا اساميهم تسمح لي بقولها كلهم. طبعا شرف لينا. وادانا قال لنا بقى ايه من ضمن الحاجات، يعني كان في تنبيهات علينا من الشؤون المعنويه ان نروح مدنيين، شعرنا يبقى طويل، يعني خلاص استرخاء بمعنى الاسترخاء. فانا فاكر كويس قوي الصوره توصل للطرف الاخر ان احنا تمام، احنا مبسوطين في الرياضه والحاجات ومش بنفكر في حاجه تانية. ده اهم من كل ما تتخيله تم في هذا الموضوع، لدرجه ان احنا كنا ككره سله، انا كنت مسؤول عن كره سله في سلاح الاشاره. طبعا. كان اخويا الحبيب اللي هو سمير زاهر رحمه الله عليه، وهو كابتن محمود الجوهري كره القدم، ومعالي الوزير المهندس حسن صقر كره اليد. فتخيل ما نتمرن بقى في نادي الجزيره، ورايحين بقى الضباط والعساكر لابسين ملكي خلاص، ونادي الجزيره تحديدا ليه؟ لان بيبقى فيها اجانب كتير، فبيشوفوا خلاص بيشوفوا ده الجيش اهو. وبعدين اصدر الرئيس السادات قرار تاريخي بعوده الرياضه للقوات المسلحه سنه 70 71. هذا الموسم اصبحت الرياضه في القوات المسلحه من اعلى جهه الى اقل جهه الفصيله، كان فيها دوري، مراكز التدريب دوري، ادارات القوات المسلحه كلها دوريات، قياده المناطق دوريات. كان بيتعمل ايه بقى؟ مثلا بتلعب المنطقه المركزيه مع الجنوبيه مثلا في الاسماعيليه، يعني دوري داخلي مع القوات المسلحه. لا ده بيقولوا وبيوحوا ان بس الدوري العام لكره القدم زي ما حضرتك تفضلت قلت ماتش غزل المحله والترسانه، ملعب الترسانه غزل المحله والطيران في ملعب الترسانه بالظبط. انا بقول بقى انه الجيش نفسه، احنا كان عندنا المباريات بتتلعب في قياده الجيش مثلا في الاسماعيليه، فتلاقي بقى القاده موجودين بالكامل، والطبل والزمر والمكافئات والفوز. وفعلا اوحى للناس كلها ان ما فيش خلاص، ما الجيش اهو كله رياضيين وبيلعبوا.
وكان في هناك بقى متخفيين الابطال الحقيقيين اللي بيتدربوا تدريب قوي جدا للعبور والنصر اكتوبر العظيم. وطبعا انا بقول هنا تحيه للشهداء العظام طبعاً طبعاً. ومنهم اخويا وحبيبي الرائد مبارك عبد المتجلي، كان لاعب كره سله معانا في نادي الزمالك ومنتخب مصر العسكري، والمجموعه اللي انا حصردها لحضرتك. بس انا عايز اوصل لحته ان حته انه الحرب تقام بالمنظر ده مع الابطال الحقيقيين اللي هم اقتحموا. كل الناس ابطال بصراحه، حتى اللي شارك في الخداع الاستراتيجي انا شايف ان دي بطوله في حد ذاتها. بس انا عايز اقول حاجه، الحقيقه ان في بطولات كبيره قوي يا كابتن محمد لم تذكر، يعني لازم يبقى في مجلدات وافلام. فندم انا كنت سعيد جدا وانا بتفرج اول امبارح على سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوه تمام الثقافيه بتاعت حرب اكتوبر، وشفت التقرير الحلو جدا وابطال فرقه صاعقه 149، وشفت الخمسه الموجودين كلهم اللواء والنقيب والجندي، قد ايه كل الناس بتتداول الفيديو ده والمشهد، وسياده الرئيس طبعا ومعاه قادة الجيش طلعوا لهم على المسرح وادوهم التحية العسكرية. ست الرئيس قال كلمة حلوة جدا، قال لهم انتوا ابطال ولازم نتصور معاكم. انا اللحظة دي انا اي حد اتكلمت مع الفيديو ده قال لي احنا يعني في ناس دمعت، في ناس بكت، ومشهد زوجاتهم لما جت الكاميرا عليهم وفخورين بيهم جدا، قد ايه انا كنت سعيد جدا ان في ناس وفي بطولات ما بتتحكيش، في بطولات بتظهر كل فترة، قد إيه الحرب دي كانت عظيمة ومليانة قصص عظيمة لجنود المصريين اللي هم كانوا أساس. في ناس تقول لك مجموعة صغيرة وقفت كتيبة، كتيبة وقفت جزء كبير، بطولات عظيمة جدا لو اتكلمنا عنها ممكن نقعد سنين. تمام، أنا فخور بقى بالكلام اللي حضرتك قلته ده، وتحية وتقدير للبطل عبد الفتاح السيسي. صحيح. على إنه إدى كل راجل حقه. صحيح. وأنا بقول هنا أكمل الكلام اللي هو قاله، وإن أنا كنت بقول الرئيس أنور السادات بطل العبور وبطل الحرب، أنا بقول الرئيس عبد الفتاح السيسي بطل الأمان وبطل الأمن وإن شاء الله بطل التنمية لمصر، وده حاجة كبيرة جدا لهذا الرجل وكل التقدير والتحية له. صحيح. ما هياش مجاملة، أنا بتكلم حقيقة لأنه فعلا بيدي كل ذي حق حقه. صح. أنا بقول هنا حصل لي أنا شخصيا، أنا كنت في الفوق 683 إشارة، والفوق ده متعدد القنوات، وكان الرئيس مدي قرار للرياضيين المتفرغين لا يشاركوا في الحرب. فطبعا أنا زي ما حضرتك طلبت إن إيه اللي حصل يوم 5 أكتوبر الساعة 12 رجعت من نادي الزمالك، كنا بنتمرن ورجعت البيت لقيت الحاجة الله يرحمها الوالدة بتديني جواب الاصفر الصغير ده، بتقول لي يا ابني في ضابط جه جاب الميري الميري قالت لي في ضابط جه وقال ما حدش يفتح الجواب ده يا حاجه وخلي النقيب بكري هو بس اللي يفتحه. فانا فتحت الجواب النقيب بكري سليم، التوجه فورا باكر الساعه 6 صباحا الى وحدتك الاصليه. معنى كل واحد فينا له وحده اصليه، وحده اصليه وبينتدب، واحنا منتدبين ومتفرغين للرياضه. فقلت يعني ايه الموضوع؟ رحت في الصبح بدري لابس ميري وطالع على الوحدة الساعة 6 كنت موجود. ايه يا جدعان ايه الموضوع؟ قال لا بس تعالى كده اقعد. قال لهم ده احنا واخدين بطولات وانتوا بترجعيننا تاني لوحداتنا. قال لا بس اقعد بس لغاية الساعة 2:05. ده اللي كان بيكلمني بقى القائد، كان اللواء امال الحلبي واللواء حسن خميس واللواء صفي الدين بسيوني. التلاتة دول كانوا القادة بتوع فوق 683. المهم جات الساعة 2:05 فوجئنا ان القادة كلهم انتصرنا فوزنا عملنا انتصرنا ايه؟ محدش فينا عارف حاجة خالص. انتصرنا ازاي يا جماعة؟ قال لك لا ده معناها البيان 2:05 ان القوات الجوية عبرت وضربت ورجعت والقادة والقوات كلها لحدة الطريق لرجالنا على الارض يقدروا يعبروا، المدفعية تضرب ورجالنا تعبر، وكان فرحة لا تتخيل. فجاء سيادتك بقى طبعا العربيات بتاعت الفوج ده، الفوج ده كان متخصص في الاتصال من القيادة العامة للقوات المسلحة لقادة الجيوش الكبيرة في الجبهة في وحداتهم. فالمهم طبعا لقيت كل الناس اتحركت إلا أنا، فبقول له يا فندم إيه الموضوع يعني؟ أنا عايز أطلع عايز أشارك أنا عايز أكون موجود. قال لي لا تشارك، إيه ده في قرار جمهوري بعدم مشاركة الرياضيين المتفرغين في الحرب. ليه؟ عشان إحنا ما تدربناش. فده طبعا ردا على 67 اللي الناس راحت
بالجلاليب وبتاع وكلام من ده، يعني كل حاجه كانت منظمه. بس الشعور بتاعتها كان ايه؟ كان محسوب. انا بقى رحت للقنطره شرق وانا بعبر بقى، فالله اكبر طبعا، خلت بقى شعر الواحد واقف طبعًا. وما تتخيلش قد ايه انا رحت الناحيه الثانيه والناس منتظريني، ورحت رايح على الوحده بتاعتي، وكنت انا قائد الفصيله هناك. فالمهم لقيت قائد السريع وعمالين بيحكوا لي بطولات الفرقه 18، وانا عايز اقول هنا للوحده الوطنيه مش الفتنه الوطنيه، كان قائد الفرقه 18 هو اللواء فؤاد عزيز غالي، وهو مسيحي الديانه طبعًا. ولكن الراجل البطل ده كان بيصوم مع العساكر والظباط، كان حاجه عظيمه جدا، بطولات. فالمهم طبعا جيت قلت لهم انا عايز اروح على الجبهه اشوف اشارك بقى حاجه، عايز اكون موجود. الدبابات بقى اللي محروقه وعمال يحكوا لي البطولات. فالمهم قالوا لي بس بقول لك ما تروحش، لان خلاص اخر ضوء بقى هيجي في نفس اليوم اللي انا رحت. قلت لهم لا 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 هروح. وقال لي طب خد معاك اثنين ثلاثه معاك اسلحه عشان لو فرض اي حاجه تقدروا تتعاملوا يعني. طلعت والله يا كابتن محمد على الدبابه واقف مع العساكر، كان في زمان كاميرا كده اللي بتصور صحيح فوري دي. فقلت لهم يلا نتصور العساكر بقى والصف وبتاع. المهم لقيت واحد بيقول لي يا فندم رحنا في داهيه. قلت له رحنا في داهيه في ايه يا ابني؟ قال لي بص وراك اللي هو فؤاد عزيز غالي. قلت لهم ولا حد يتكلم، خليكم ساكتين وانا المتحمل مسؤوليه كل اللي حصل، ولا كلمه. فراح جاي بقى عارف الفات اسد نط من العربيه طبعا. مين اقدم واحد فيك وانا؟ قلت له انا فندم نقيب بكري سليم قائد فصيل متعدد القنوات وما جاي من مصر واول مره اجي. قال انت مش عارف يا سياده النقيب ان ممنوع في اخر ضوء انك تكون بره وحدتك. قلت له يا فندم انا عارف بس انا عايز اكون موجود في اللحظة. انا لسه جاي. وقلت لهم يا جماعه انا عايز اروح اشوف ابطال فرقه 18 والبطل العظيم اللي هو فؤاد عزيز غالي عمل ايه في الحرب، وكنت بشوف اتفرج يا فندم على الموضوع. انا بس عشان نعرف القصه كويس جدا خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع نعرف تصور او تصرف سياده اللواء كان ايه. خلينا نطلع فاصل سريع. اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين مع سياده اللواء بكري سليم. وطبعا انا فضول هيموتني اعرف بقيه القصه وسياده اللواء عمل مع حضرتك ايه وما لقاك واقفين في وقت طبعا مش مسموح بيه في وقت الضفه او في وقت الحرب. هو مش مسموح بيه وبيدي جزاءات، كان صارم جدا وقوي جدا وشديد. فالمهم انا قلت للعساكر وما حدش اتكلم، وقف صف واحد ورحت جاي مديله التحيه يا فندم اللواء النقيب بكري سليم متعدد القنوات وجاي من مصر والبطولات اللي سمعتها على سيادتك والفرقه 18 ده اللي خلاني اجي اتفرج النهارده، وانا مستعد لاي جيزه سيادتك الدوليه. انا بقول لك ايه انصراف وجدع وضحكت عليا واجري قبل ما الجيزه فور. طبعا جرينا جري حاجه قعدنا نضحك طبعا نفتكرها. وكل ما اقابل سياده الفريق بقى ساعتها بقى فؤاد عزيز غالي افكره بقى يقول له انت لسه فاكر؟ اقول له طبعا. فطبعا من الناس المحترمه الافاضل طبعا. وعايز اضيف برضه حاجه على الوحده الوطنيه، ان في الفتره دي ناس من المدنيين اخواننا الاهباط المسيحيين طبعا. منهم الاخ الفاضل الدكتور سمير جيد حنا، ده اللي عمل المقاومه الشعبيه في منطقه الصعيد كلها، وكان في المنيا بيخدم الناس كلها ويعرفهم ازاي تدافعوا عن الوطن. فانا عايز اقول اخواننا المسيحيين والمسلمين ايد واحده الى ما لا نهايه الى العمر صحيح. كله. واللي ما بيعرفش يقرا التاريخ يشوف من ايام صلاح الدين الايوبي لما رفضوا المسيحيين الصليبيين يجي يحكموهم. الدم اللي روى ارض سينا عشان مصر ترجع، عشان سينا ترجع تاني لمصر، محدش عارف دم مين. ودمنا كلنا. دمنا كلنا. بالظبط كده. انا عايز اروح لحضرتك لشق رياضي وحاجه مهمه جدا. انا عارف ان والده حضرتك اخذت الام المثاليه من نادي الزمالك، وده شرف لينا ان هي طبعا تكرم في نادي الزمالك. عايز اسال حضرتك شفت الانشاءات اللي موجوده في نادي الزمالك والتطور الوقت الحالي عامل ازاي؟ وكمان هروح نادي مصر المقصه طبعا، ولكن عايز اعرف تابعت ازاي الانشاءات اللي موجوده داخل نادي الزمالك؟ طبعا فخر كبير جدا وشكر كبير لاصحابه رئيس نادي الزمالك السابق سيد المستشار جلال ابراهيم، هو فعلا اداها درع نادي الزمالك الام المثاليه. وانا بقول برضو المنشات اللي موجوده في نادي الزمالك كل التقدير والاحترام للي اتعمل منشات ما حدش يقدر يعني يقول غير الحقيقه. منشات محترمه، بطولات محترمه، كل هذا الكلام اللي بيحصل شايفين مع بعض على الشاشه. هو سياده المستشار مرتضى منصور في الفتره
اللي فاتت يعني بدل نادي الزمالك من حيث البنية التحتية والمنشآت، حاجة بقت الواحد بيفتخر بيها بصراحة. والله كابتن محمد أنا رحت له المكتب والمستشار مرتضى خدني لففني نادي الزمالك كله. أنا مش كنت يعني فخور، بس لا فخور وسعيد، وبالأمانة تقتضي أن أنا أقول كان الواحد بيحرج جدا أنه ياخد أي ضيف ياخده معاه نادي الزمالك، لا كان في كرسي ولا كان في قعدة، برغم أن ده هيزعل ناس كتير مني، لكن الحقيقة تتقال. صحيح. الراجل ده عمل ما لم يعمله رئيس من قبل، ولكن أتمنى إن شاء الله إن احنا نخلينا ونركز في المنشآت والإنجازات اللي احنا بنعملها، وما نخرجش بره هذا الإطار. صحيح. لأن الزمالك كبير قوي، وأنا بقول ده العصر الذهبي لمنشآت نادي الزمالك، وإن شاء الله البطولات نادي الزمالك اللي جاية. وأنا بقول برضو قناة نادي الزمالك اللي أنشأها المستشار مرتضى منصور ومجلس إدارته لهم كل التحية والتقدير والاحترام على كل اللي بيحصل. صح. وأنا بشكر قناة الزمالك على استضافتها ليا، خاصة أنت والمجموعة الموجودة. ده شرف لينا يا فندم. ورئيس القناة أخونا العزيز الأستاذ بشير طبعًا حسن طبعًا. بشكره، وبشكر طبعا أخويا محمد الراعي طبعًا. وكل من أتاح لي الفرصة أن أنا أكون في بيتي قناة الزمالك النهاردة. برضو لازم أروح لنادي مصر المقصة، طبعا مدير تنفيذي لنادي مصر المقصة. ايه اللي حصل لنادي مصر المقصه؟ نادي مصر المقصه كان في يوم من الايام مخيف للانديه. خلينا نتكلم بصراحه، انا كمشجع زملكاوي قبل ما اكون اعلامي زملكاوي كنت انا بتابع اللقاءات، بخاف من ماتش المقصه، بخاف، عارف ان في نقاط هتضيع، او لو كسبنا كنا بنكسب فعلا بالعافيه 4-3، وكان في نتائج كبيره، والمقصه انتجت لعيبه كبيره جدا في الدوري. ايه اللي حصل؟ وامتى يقدر يرجع تاني مصر المقصه بقوته الموحوده؟ كابتن محمد، طبعا لما اتكلم على نادي مصر المقصة فده حدوتة مصرية حقيقية اتعمل انجازات كبيرة. واقدر اقول لحضرتك في اخر 4 سنين هذا النادي اتولد عملاق، انك انت عمر النادي كله من 10 و12 سنة. صحيح. اخر 4 سنوات احنا احسن نادي في مصر في الاستثمار في بيع وشراء اللاعبين وفي النتائج، على اساس ان انا اقول ان نادي مصر المقاصة يكون تاني بطولة الدوري الممتاز ويفوز على جميع الاندية، مع احترام الزمالك طبعا 2016-2017. أيوة. شارك في افريقيا بالظبط. صح. شارك بطولة افريقيا ابطال الدوري وبطولة افريقيا الكونفدرالية بعد كده، واحنا كنا طالعين التاني وفزنا على الاهلي وعلى الزمالك والاتحاد المصري، زي ما حضرتك قلت كانوا مسميننا الحصان الاسود للبطولة. صح. لكن حصل دروب، وانا اقول الدروب ده حصل من ان شركة مصر المقصة اللي هي كانت بترعى وبتستثمر في النادي انسحبت للواء محمد عبد السلام، كان قدم استقالته من الشركة، والمسؤولين الافاضل اللي جم رأوا انه ده مش مجالهم وبعدوا تماما. هنا بقى اقول بقى الرجال المحترمين الشرفاء الهويدي، سيادة النائب احمد هويدي، سيادة النائب وليد هويدي، اللواء عمرو هويدي، ومجلس الادارة وقفوا وقفة رجالة زي ما بيقولوا، ودفعوا من جيوبهم مبالغ كبيرة جدا، لدرجة ان اتباع جميع اللاعبين بالاحتياطي. فتخيل انت لو اي نادي كان مر بالظروف دي كان هبط من سنتين فاتوا. صحيح. فاحنا من 1/1/2020 لم يصرف الا من داخل عائلة هويدي وبيع اللاعبين. وانا بقدم لهم من عندك هنا كل التحية والتقدير والاحترام، وانا بقول ان ان شاء الله نادي مصر المقصة هيرجع تاني وبقوة إن شاء الله، بعد ما دخول مستثمر شاب مصري محترم وواعي، وتحس إنه هو يعني ما في الثلاثينات ولكنه مندوب عن رجال أعمال كبار، وهو حط إيده في إيدينا وحط إنه هو هيستثمر في نادي مصر المقصة، برغم إنه هو أصلا من المنيا، ولكن الراجل قال أنا حاجة أستثمر في الفيوم، عشان نادي مصر المقصة هو النادي الوحيد اللي مثل الفيوم في الدوري الممتاز ألف. صحيح. طوال تاريخه، وهو الأخ الفاضل الأستاذ مايكل سمير جيد، وده وعدنا أنه هو هيعمل منشآت زي ما حضرتك تفضلت، منشآت سيادة الرئيس اللي اتعملت في الرياضة طبعا. ادت مثل لكل المستثمرين، فالراجل جاي هيعمل استثمار كبير جدا هيخدم منطقة الصعيد بالكامل، ودي حاجة جميلة جدا طبعا. أنا فخور بيه
بالاخ مايكل سمير جيد انه ان شاء الله هيخلص الديل ده. بس انا من هنا بناشد الاخ الفاضل الصديق العزيز معالي الوزير اشرف صبحي انه يفي بوعده اللي وعده لي، وعده للنائب وليد هويدي، انه هيقف ورانا وهيساندنا ويسهل لنا مواضيع المستثمرين، لان اكتر من مستثمر جه وطفش لان مش لاقي الامور اللي تحسسه انه بيحط فلوسه مش هتضيع عليه. بصراحه يعني طالما دكتور اشرف قال ده فانا متاكد ان هينفذه صراحه، وانا حبيبي واخويا وانا متاكد ان هو هينفذه، وانا عايزه بس عشان اي حاجه فيها تدعيم للرياضه بشكل عام هو اتاخرت بيساعد، فانا متاكد طالما وعد هيوفي. هو وعد نادي مصر المقصه بمشروع موجود هناك في ديمو ان هم هيكون الاستثمار عن طريق الراجل اللي يحصل على استثمار النادي هو اللي هيدعم بهذا المشروع، خدمة للوطن وخدمة للنادي ان النادي يقف على رجليه فعلا. وانا بناشد للمرة الثانية، وزي ما حضرتك قلت طالما وعد معالي الوزير اشرف صبحي فهو حيافي، وانا متأكد من هذا الكلام. صحيح. وانا قابلته في مناسبة وان شاء الله هروح اقابله انا والاخ الفاضل سيادة النائب وليد هويدي وطبعا الاستاذ مايكل سمير ان شاء الله عشان ننطلق. واوعدك من هنا ان نادي مصر المقاصة هيعود مرة اخرى للدوري الممتاز. ويا ريت برضو اقول الحقيقة المهمة جدا في الاستثمار، بما ان ليا تجربة كبيرة جدا في موضوع الاستثمار، ان معالي الوزير ننسف اللائحة المالية الموحدة وننسف اي حاجات بيروقراطية، وزي ما قال سيادة الرئيس انا بفتح الاستثمار مش بغلقه. فتحل الاستثمار بيبقى فيه حاجات صغيرة محتاجة في اللوائح والقوانين، اصل مش قران انا بدله. وعندي مثال كبير جدا يا كابتن محمد، نادي برشلونه وريال مدريد، خصخصه الانديه لما اخش انا بمالي الخاص هخاف عليه، النهارده بشتري ميسي ب 100 مليون جنيه استرليني، انا عارف كويس قوي هقدر اجيبهم. استثمر الفلوس دي ازاي؟ وهقدر استثمرهم ازاي غير ما يبقى انا بشتغل في منظومه محترفه وانا هاوي، فبمد ايد وارجع ايد، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ يعني يبقى الاحتراف، يبقى الموجود المنظومه اللي بتدير الاحتراف لابد انها تكون محترفه. ليه؟ لان لغايه دلوقتي حضرتك اللائحه الماليه الموحده لو انا عضو مجلس اداره او سيادتك عضو مجلس اداره او مدير نادي، عشان تروح ماموريه اسوان ولا اسكندريه لازال موجود ان تاخد 25 جنيه في الماموريه. ده كلام؟ لا طبعا. 25 جنيه دول لما التاكسي مش هيرضى ياخدهم لما يوصلك لغايه محطه مصر، يبقى انت رحت على حسابك ده كله. فاحنا نفتح بقى الملفات بجد وما نحطش دماغنا في الرمله ونقول ما حدش شايفنا، عشان نصحح الامور بشكل كبير. خاصه النهارده انت عندي، انا عندي وزير استثمار رائع. صحيح. ومحترم وجدع وابن بلد ورياضي ففاهم، بس طبعا الروتين بعض الامور بتتاخر. عايز ابقى قوه، وانا بقول له من هنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي قال كلمه لو كل المسؤولين وعوا الكلمه دي صح قسما بالله مصر هتكون في منطقه ثانيه. قال ايه سياده الرئيس؟ قال كل مسؤول يجد القرار اللي قدامه هيخدم مصر يوقع، واذا كان خايف هو يوقع انا بوقع عنه. لما رئيس الدوله يقول لي انا بوقع عنك، والله وسماه اكسر كل الروتين وارميه واعمل الصح. واتمنى من اخويا حبيبي معالي الوزير اشرف صبحي يقف معانا وقفه جامده ان شاء الله. طب ده في الفتره القادمه، الفتره الحاليه المنافسه شرسه جدا في مجموعه الصعيد، مثلا المقاصه مع الجونه مع المنيا، فالمنافسه شرسه جدا جدا. التفكير ازاي للصعود في اسرع وقت؟ هو التفكير زي ما حضرتك قلت لازم يكون المستثمر ان شاء الله موجود. مجموعة من اللاعبين وتدخل الفريق عندنا في يناير ان شاء الله، نقدر نقول في يناير ان هيبقى في تدعيم قوي. التدعيم ده مع المناخ بتاع مصر المقاصة، احنا ناس حولها لك بمنتهى الامانة كده شرفاء، ايديهم نظيفة، ما فيش حد بيعمل حاجة مش مظبوطة. زي ما قلت دايما كلية الحربية مصنع الرجال. صحيح. انا دايما اقول نادي مصر المقاصة مصنع النجوم، وبفتخر بكده. ليه؟ مش نجوم في اللاعبين فقط والمديرين الفنيين، وسيادتك عارف كويس قوي. صحيح. كل انديه مصر، اهلي زمالك اسماعيلي مصري، هتجد نجم او لاعب من ابناء نادي مصر المقاصه، وعلى راسهم طبعا
حسين الشحات واحمد الشيخ وميدو جابر وكل اللعيبه وايمن حفني اللي موجود في نادي الزمالك. وانا بشكر طبعا نادي الزمالك على ان هم بيحافظوا على ابنائه زي ايمن حفني، ودي حاجه كبيره جدا. نادي الزمالك فعلا هو الاهلي تقريبا اكتر ناس اخذوا مننا لاعبين باستثمار محترم وجيد. بس انت اديته الاهلي اكتر بقى بصراحه. لا ما اديناش الاهلي اكتر. لا ما اديناش بصراحه بقى. لا والله ما اديناه اكتر. ابصر هو الزمالك طبعا وسياده المستشار مرتضى برضه في حته مداعبه يعني، كان زعلان جدا مننا وعتبان ان يبقى نادي مصر المقاصه كل الزملكاويه اللي هو محمد عبد السلام وانا وكابتن وليد هويدي مجموعه، وازاي تودوا احمد الشيخ الاهلي؟ ودي كانت زعلان مننا جدا لغايه لما رحت وقعدت معاه وقلت له ما حصلش. احمد الشيخ لاخر لحظه كان جاي سياده النائب احمد مرتضى وعضو مجلس اداره ساعتها صحيح، وحضر عندنا واحتفلنا بيه احتفال كبير في الشركه طبعا. وكان راجل جايب، قلنا له اهو احمد الشيخ اهو يمضي الحمدي. للاسف تاني يوم كان في ماتش زمالك والمصر المقاصة، احمد الشيخ جاب جون عالمي في عصام الحضر. طبعا مش فاكره الجون ده، مش هفتكره، مش فاكره طبعا. اللعيبه زعلوا منه واتخانقوا معاه. فانا لما يعني هو في النهايه فهم القصه، هو في النهايه الموضوع كله مداعبة. هو الولد جه قال ايه بقى؟ قال انا مش لاعب في الزمالك. لا لا هو عايز العب. قلت له خلاص ما نقدرش. هو اصلا الزمالك كده كده ماشي بالنظام ده، اللي حابب يكون موجود في اللاعب يكون موجود، والزمالك عمل كده السنه دي، وده كان سر كبير جدا من اسرار فوز الزمالك بالدوري. قال لكل لعيبته اللي عايز يجدد يكون موجود في النادي اهلا وسهلا، مش عايز يكون موجود اهلا وسهلا. ده حصل مع لعيبه كبيره جدا، طارق حامد وابو جبل وبن شرقي، وحصل قبل كده مع ساسي، والزمالك قدر ياخد بطولات. انا بس كنت بداعب حضرتك ستيلو. انا ليا الشرف ان انا اقول لحضرتك برضو هنا في القناه، جيت لايام ساسي وماسي وكلام، قلت لهم ولا ساسي ولا غيره ولا اشرف، اللي عايز يمشي يمشي صح. والسياسه دي الزمالك باقي والزمالك صح. هيكسب صح. والحمد لله ان حصل صح. وانا بقول ده احسن انجاز تم السنه دي، ان لعبوا بابناء الزمالك وفازوا صح. وان شاء الله السياسه دي هتكسبنا الدوري والكاس وبطولات افريقيا، ونفسنا ناخد بطوله افريقيا ان شاء الله. الزمالك يفوز بافريقيا السنه دي. عايز اتكلم مع حضرتك عن الرياضه المصريه بشكل عام. منتخب مصر الفتره اللي فاتت كان في دروبات، مش بيوصل للي احنا عايزينه، جيل بيتغير وجيل جديد. اكيد حضرتك تابعت فيتوريا وشفت الاحداث اللي موجوده، ازاي منتخب مصر يرجع للفترة اللي احنا عارفينها، فترة الانتصارات؟ مش عايز اقارن الجيل ده بجيل قديم عشان ما اظلمش اي حد فيهم، كل جيل مختلف. فازاي نقدر نرجع للانتصارات مرة تانية مع منتخبنا القومي اللي بيلمنا كلنا حواليه؟ والله حضرتك جيت لحتة مهمة قوي، لما كان المستشار مرتضى رئيس رابطة الأندية صحيح، واحنا كنا موجودين مع بعض، فكنا متفقين ان 14 فريق ما نلعبش الدوري اللي هو كان متوقف في شهر 8، ما نستكملهوش دوري الكورونا. ودوري الكورونا هو اللي جاب لنا المأساة اللي فاتت دي كلها. حتى الآن احنا مش عارفين نعمل راحة، مش قادرين نخرج منه. وساعتها قلنا يا جماعة إذا كان الهدف النادي الأهلي ياخد البطولة، وحتى الرئيس النادي الزمالك قال كده، والناس اتقالت ايه ده ست المستشار قال مين المركز الأول، ادي البطولة ايا كان مين المركز الأول، ونوقف الدوري ونلغيه ونكمل بقى. الأستاذ عمرو الجنايني في الاجتماع اللي أنا كنت قاعد فيه، وكان كابتن محمود الخطيب ممثل النادي الأهلي، كابتن محمد مصلح الاتحاد، يعني المجموعه اللي كانت موجوده، انا قلت الكلام. فحتى الاستاذ عمرو الجنايني قال لي انت زملكاوي، انت بتقول الاهلي ياخده؟ قلت له لو مش فكره اهلي وزمالك، هي فكره ساعتها ست المستشار كان رؤيته صح. صح وال 14 نادي بما فيهم احنا كنا صح. وقلت له خلي بالك مش الدوري مش هينتظم ولا 3 4 5 سنين، لان هيحصل اصابات وهيحصل ناس، وقد كان نقول بقى منتخب مصر انه دلوقتي بدا يحط الخطوات الصح. انا اسف بس قبل ما حضرتك تكمل دي، انا شايف عدم صعودنا لكاس العالم استكمال الدوري ده سبب من اسبابه. حد ممكن يقول لي انت بتكبر الموضوع، مش بكبر الموضوع على حاجه، بس احنا استكملنا الدوري ما بقاش في وقت نريح، عمالين نلعب بقى. منتخب مصر مش عارف يعمل لقاءات وديه دوليه علشان نعمل لقاءات في الاجنده علشان نوصل لمستوى اول، فبقينا في المستوى الثاني، فبقى مجبرين نلاعب منتخبات كبيره اللي هي اوريدي منتخبات صداميه. لكن لو احنا كنا في التصنيف الاول كنا قدرنا نلاعب اي منتخب تصنيف ثاني، وكنا نقدر نصعد لكاس العالم بسهوله يعني. فده سبب من الاسباب. برافو عليك كابتن محمد، ده اهم سبب. برافو عليك، لان احنا ساعتها قلنا كده، قلنا نوقف، احنا ما عندناش مانع بدء النشاط، بس امتى؟ الرئيس لما قال ابداوا النشاط ما قالش امتى. احنا بقى نشوف المصلحه فين، وكان هدفنا ان احنا نوقف
والمنتخب استعد والمنتخب زي حتى الان التصنيف الجديد احنا تصنيف سادس. طيب. يعني تصنيف ثاني اللي هو احنا السادس ده مصيبه. احنا المفروض تصنيف اول، وكان المفروض من ضمن الاسباب فعلا عدم صعودنا كاس العالم، لان برضو ما سمعوش الكلام صح، لان انا ساعتها كان ليا مقوله يعني وانا كنت بقول نيابه عن نادي مصر المقاصه، انا بقول لو المسؤولين بامانه بلغوا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يا فندم هنبدا النشاط، ولكن 1 2 3 لو وصل له المعلومه صح ان ده هيبقى فيه ضرر كبير على الانديه، ونوقف الموسم ده ونستكمله، نستكمل الموسم اللي بعده اعتبارا من شهر 10، كان الموضوع ما فيش مشكله. لو اتقال لسياده الرئيس هيقول ايه؟ هيقول المصلحه العامه طبعا، المصلحه العامه طبعًا تتعمل طبعًا. لكن للاسف ما كانش فيه الجراه في انهم ينقلوا القياده السياسيه الوضع الصح. طب دلوقتي بقى فيتوريا بيحاول يلم الامور، المدير الفني الجديد طبعا لمنتخبنا عمل لقاءين وديين في الاول، شايف الامور ماشيه ازاي؟ والله حضرتك لغايه دلوقتي اللي احنا شايفينه انه تقريبا عامل زي فيرير عندنا، انه ماشي صح وبيحاول ما يعتمدش، يعني الماتش الثاني ما لعبش محمد صلاح، كون انه هو يفكر المصلحه فين وان هو يحاول يجيب فريق كويس، والاتحاد الكوره مشكورا لازم بقياده الاخ الفاضل جمال علام انه يتعمل كل ما هو مطلوب له يؤدى، وما فيش داعي بقى لاي حاجات من اللي سيادتك عارفها تخش ويقفلوا على نفسهم. انا كنت طلبت ان احنا نقفل على نفسنا سنتين زي المانيا كده، مش معناها ان انا بوقف النشاط، لا ده انا بقفل وبعمل نظام للدوري بالظبط. انا بعترف بقول انا عندي مشاكل، عندي مشاكل وعايز اصلحها، مش هوقف النشاط، لا انا هكمل في كل حاجه، بس وانا بعدل. وانا بعمل ايه مثلا؟ عندي بطوله افريقيه مش لازم اشترك وانا مش قادر العب فيها واطلع الثالث ولا الرابع ولا الخامس، لا انا عايز اشترك اطلع الاول. يبقى انا بقفل على نفسي، بعمل زي ما حضرتك قلت كده، زي ما الجنرال الجوهري وقف الموسم وعمل معسكرات وطلع كاس عالم. اصل ده مش كيمياء، عايزه بس ناس تكون عندها جرأة في اتخاذ القرار. نقدر نقول اولوياتنا، نقول عايزين رقم 1 كذا، رقم 2 كذا، رقم 3 كذا. طب اصل حضرتك على الدوري العام اللي هيبدا ده، هل شايف حضرتك يبدا بالنظام العادي 18 فريق ودورين، ولا يبقى دور واحد، ولا يبقى مجموعتين، ولا نعمل ايه؟ والله في حاجه مهمه برضه يا كابتن، النهارده عندك كاس العالم هتتلعب، والدوري بتاعنا هيتلعب شهر. لا يعني الدوري هيتلعب اثناء كاس العالم، وده طبعا مصيبه. انت لازم تشوف بقى لو عملنا مجموعتين الموسم ده ونعتبره استثنائي عشان في كاس العالم، مش ممكن بقى الزمالك بيلعب مع الاتحاد والمصري مع، وهتلاقي الناحيه الثانيه كاس العالم البرازيل بيلعب مش عارف مين، طبيعه الحال كله هيروح للحدث الكبير، كله هيروح للحدث الكبير. فانا عشان كده اقول فرصه، حتى اللعيبه عايزه تتابع الحدث الكبير بالظبط، ففرصه بقى نعيد التنظيم، نقول كاس العالم نوقف مفيش نشاط فيه، ولكن نشاط ايه؟ الدوري التمارين شغاله، الاعداد شغال. هل ممكن في فتره نلعب كاس الرابطه مثلا؟ ممكن كاس الرابطه وكاس مصر، نعمل كاس الرئيس، يعني في حاجات كتير جدا موجوده في العالم. عايز تعمل نعمل انشطه يعني زي ما انت عايز، يعني كاس الرئيس للانديه الدوري الممتاز، كاس الرئيس لانديه الدوري الممتاز به، كاس الرابطه، كاس الاتحاد، كاس مصر، يعني كل دي انشطه اعمل بيها، والدوري العام خليه بقى يهدى شويه عشان الناس تشوف منتخب مصر هيعمل ايه. ده كلام محترم جدا. وعلى ذكر الزمالك وافريقيا، فالزمالك خلاص يوم الاحد عنده لقاء مهم جدا مع بطل بروندي، وفيريرا بيستعد وصفقات الجديده. هل حضرتك تابعت الصفقات الجديده للزمالك ومتفائل بيها ولا ما تابعتش؟ لا تابعت طبعا، وفي حته برضه مهمه قوي اللي هي جرأة القرار، يعني كون النهارده نادي الزمالك ومجلس ادارته استشار مرتضى منصور يشوف انه بدل ما يروحوا يلعبوا الماتشين، ماتش هنا وماتش هناك، وعندي الفرصه ان انا اخش واقول لهم الماتشين انا هستضيفهم هنا ان شاء الله ادفع فلوس، لا قرار جريء صحيح وقرار محترم، بس في ناس تاخده كان في جرأة صح كده، صح في جرأة. المستشار راح قعد مع معالي السفير واتكلم معاه، وبعد كده استضاف السفير في مكتب الزمالك، في مكتبه في نادي الزمالك، ومضوا البروتوكول، وكان حاجه محترمه جدا. طب اقول لك بقى، لو قلنا باللوائح تطبق، لا ده اهدار ملعاه. لا ليه؟ ده الزمالك وفر فلوس الطياره اللي كان يعملها. شفت بقى انا بقول الزمالك كان يطلع لعيبته في طياره خاصه يجيبهم بفلوس اكتر من كل اللي حصل. ما انا بشوف فلوس اكتر، بس يقول لك ده مش ضمن اللوائح. لا يا عم، لوائح ايه؟ انا بفكر خارج الصندوق، خارج الصندوق مصلحتي فين؟ وهو ده المهم، برافو عليه.
انا زمالك يعني هيدفع فلوس اكتر بجد في السفر وفي الاقامه في بقى اللي هم اعداء النجاح هيقول لك ايه لا ازاي وكان المفروض يسافروا ويجوا يا عم ده احنا وفرنا ده احنا كنا ممكن ندفع اكتر بس انا بقول خدت القرار احنا وفرنا في وسط حجز الاموال على نادي الزمالك وفي وسط الازمات دي كلها فاكيد ده قرار انا بقول خدت قرار جريء خارج الصندوق تشكر عليه صح ولصالح مين؟ لصالح الزمالك لصالح الفرقه صح. الفرقه هتلعب الماتشين هنا غير ما تروح وبعدين يطلع عينك في الجو اللي احنا عارفينه في افريقيا ترجع تلعب هنا الماتش الثاني بعدها في سفر الامارات عشان في ماتش السوبر المصري بين الزمالك والاهلي فاكيد ده كان توفير اموال وتوفير راحه وتوفير وقت للاعبين وتوفير راحه للاعبين برافو عليك الحاجات اللي زي دي انا ببسط منها جدا اقول بقى هو ده المطلوب مصلحه النادي فين بعمله ماليش دعوه صحيح. مصلحه مصر فين بعملها ايا ما يكون بقى لكن مش هفضل ابص بقى القصه ايه والورقه دي والماده 12 بتقول يتعمل ايه لا انا بشوف مصلحتي فين وعلى الاقل اتخطى لا اللوائح ولا القوانين او اعدلها بقى صحيح وبنناشد معالي الوزير ومعالي رئيس الوزراء كل ما هو روتيني انسفوه لصالح الكره المصريه والرياضه المصريه ان شاء الله ان شاء الله ده يحصل وانا كمان سالت الجماهير النهارده على السوشيال ميديا وقلت لهم شايفين فرصه الزمالك ايه السنه دي علشان يحقق بطوله افريقيا عايز اعرف راي حضرتك الاول شايف فرصه الزمالك كبيره ان شاء الله الزمالك هياخدوا البطوله باذن الله وفرصه تبقى كبيره جدا لان اللي معمول دلوقتي هو اللي كان المفروض يتعمل من اربع خمس سنين سياسه صارمه سياسه معروفه وطبعا معلش انا بقول برضو الشيء بالشيء يذكر اللجان اللي اتعملت كتير دي اخرت الزمالك كتير صحيح والنهارده ما تقدرش تلومهم ولا تقدر تحاسبهم صحيح لكن النهارده انا الجمعيه العموميه جابت مستشار مرتضى منصور حقق الاستقرار والدنيا ماشيه وفي بطولات والاخ الفاضل سليمان وهدان وفلان علي عماله دلوقتي علي ناجي كل الرموز الموجوده خالد لطيف كابتن احمد مرتضى كابتن كل ما هم موجودين دلوقتي بيتحملوا القرار الجمعيه العموميه جابتهم لازم نساعدهم نقف وراهم ونقول لهم انتوا اللي بتعملوه انتوا متحملين قراركم ومسؤوليتكم وهيحسب لهم ما لهم وما عليهم ان شاء الله البطوله تكون من نصيب الزمالك ونشوف راي جماهيرنا ايه واول حد كان محمد بيقول مساء الخير يا هذا فرصه الزمالك كبيره جدا بالفوز باللقب الغائب الزمالك المرشح الاول للبطوله خصوصا والفريق بيعيش افضل فتراته بعد تتويجه الاخيره ومع اداره ممتازه ودعم الصفقات الجديده وكمان مدير فني على اعلى مستوى ان شاء الله السادسه في 100 عقبه ان شاء الله عبد الحفيظ مساء الخير عليك يا قضاء فرصه الزمالك كبيره جدا بنسبه عاليه جدا للمنافسه على بطوله افريقيا عندنا فريق متكامل في كل مركز اللعب واثنين وثلاثه ومعانا العبقري فريرا مدير فني كبير وعلى اعلى مستوى واداره محترمه الزمالك المرشح الاول للبطوله ان شاء الله الدوري والكاس زملكاوي الاخر يوم في عمري نونا بتقول مساء الخير عليك يا قاضي يا مطالق اشكرك باذن الله الزمالك قادر على المنافسه بدوري ابطال افريقيا مع الصفقات الجديده اهم حاجه التركيز في كل مباراه ويكونوا على الاقل برجل واحد واحنا واثقين فيهم وانهم قد المسؤوليه ومعانا جدو فريرا راجل المباريات الصعبه باذن الله الاميره السمراء في 100 عقبه افريقيا زمالك ان شاء الله افريقيا بتنديك يا زمالك اخر حد ايه بتقول مساء الخير عليك يا قاضي يا مطالق اشكرك باذن الله الزمالك قادر على منافسه بدوري ابطال افريقيا مع صفقات السوبر ولاعبتنا والقتال على الفوز في كل مباراه يكونوا على قلب رجل واحد طبعا معانا البروف فريرا رجل المباريات الصعبه واحنا نفسنا في السادسه ولاعبتنا كمان وان شاء الله انا واثقه فيهم انهم يفرحونا السنه دي والزمالك بطل ان شاء الله في كل البطولات كلام محترم دايما من جماهير نادي الزمالك للاسف الوقت عدى بسرعه يا سياده اللواء وانا استمتعت جدا بحضرتك انا سعيد جدا بس انا كان نفسي في دقيقه واحده طبعا يا فندم اتفضل ان انا بس اقول اسماء ابطال حرب اكتوبر اللي انا ده شرف ليا ان انا اذكرهم اقول اللي هو سمير زاهر اللي هو عبد العزيز قبيل اللي هو محمد جواري اللي هو طارق عبد الله من ابطال القوات الجويه صحيح هو الوالد اشكرك يا لكن دي حقيقه وطبعا كان الوزير المهندس حسن صقر الرائد مبارك عبد المتجلي النقيب سمير عبد الله اللي هو فكري صالح حمدي توفيق اللواء صبر سراج، كابتن حماده امام، كابتن علاء الحمولي، كابتن سمير قد، كابتن احمد عفت، اللواء عادل عجمي، اللواء محمود احمد علي، اللواء عادل شرف، اللواء عادل فتاح، اللواء عادل توفيق، اللواء المليجي، اللواء محمود تاج الدين، اللواء معتز ابو شادي، اللواء نصر ابو شادي،
اللي هو طاهر امين، اللي هو ممدوح حامد، اللي هو محمد عبد السلام، اللي هو جاد الحق، اللي هو سمير شامخ، اللي هو مجاهد ابو العز، مع الوزير المهندس طلعت حلمي، مقدم فريد ابو المكارم، وابطال الشراقه وسيد الوزير سيد مشعل، دكتور سيد مشعل كان من ابطال الحرب، اللي هو سامح صادق، اللي هو امين يحيى، اللي هو البطل محمود انيس باشا الناغي، ده من ابطال ابو كبير وشرقيه، عمل بطولات كبيره جدا في الحرب، اللي هو ابراهيم فرحان، اللي هو عبد الحميد محجوب، اللي هو خيري محجوب، الشهيد البطل الرائد اسماعيل عبد المنعم، اللواء احمد نجيب عبد الهادي، وطبعا عائله سليم طبعًا. زي ما سيادتك ذكرت. ويعني شكرا لحضرتك جدا، من شرف لينا اسمائهم تتذكر معانا هنا، وشكرا يعني تكريم حضرتك لينا ووجودك معانا النهارده، ودايما نحتفل مع حضرتك بانتصارات بلدنا. شكرا ليك جدا سياده اللواء. ده انا اللي شاكر جدا ليك، وشاكر لانك انت بطل ابن بطل. اشكرك يا فندم. شاكر جدا، وشاكر لقناه الزمالك والمجلس اداره الزمالك، وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها طيبه ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين، دايما نعيش في انتصارات. ودي كانت نهايه حلقتنا، شكرا لكل طبعا الناس اللي ساعدتنا نطلع بحلقه كويسه النهارده، شكرا لكل فريق العمل، وشكرا لحضراتكم، ودايما مساءكم ابيض بخط حمر.